يبدأ المرور على هذا الصراط. يقول عليه الصلاة والسلام: فترسل الأمانة والرحم على جانبي الصراط. الأمانة والرحم، ما هي الأمانة؟ أتدرون ما الأمانة؟ اسمعوا إلى إجابات السلف، سلفنا الصالح. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأمانة هي الفرائض، هي ما افترضه الله عليك. يقول أبو العالية: الأمانة هي ما أمروا به ونهوا عنه. ويقول الحسن، وهذا أبلغ ما قيل في الأمانة: الأمانة هي الدين، الدين كله أمانة، صلاتك أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، عملك أمانة، علمك أمانة، زوجتك أمانة، أولادك أمانة، مالك أمانة، وهكذا الدين كله. لا يمر أحد على الصراط إلا والأمانة تأخذ بحقها منه جزاء. على الجانب الآخر تقف ماذا؟ الرحم لوحدها من عظم حقها عند الله. اسمعوا عباد الله، اسمع يا من لا تكلم أخاك، اسمع يا من تقاطع أختك، اسمع يا من تعق أباك وأمك، اسمع. الرحم تقف على جانب الصراط، ما يمر أحد إلا وتأخذ بحقها. نتعجب والله من أناس يأتون إلى الصلاة وهم يقاطعون أقرباءهم وإخوانهم. أخت لا تكلم أختها، أخ لا يكلم أخاه. وإذا نظرت إلى الأسباب وجدتها في الغالب تافهة مرفوضة، على ابن ضرب ابني، على ما أجى على خطبة بنتي، على مدري إيش، على عزمت ما أجى، أسباب تافهة. أين العفو؟ أين الصفح؟ أين تقوى الله عز وجل؟ أين نحن من أحاديث المصطفى التي تتوعد قاطع الرحم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام، حرام. وأحاديث كثيرة: من هجره سنة فهو كسفك دمه، كأنه قتل نفسا حراما. وهكذا عباد الله، الرحم والأمانة. ويبدأ الناس بالمرور. يقول عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه: فمنهم من يجوز الصراط كالطرف. الله أكبر، كلمح البصر. كل ما سمعناه الآن من أهوال قال كلمح البصر يصل إلى بر الأمان. اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا أرحم الراحمين. ومنهم من يجوزه كالبرق، ومنهم من يجوزه كالطير، ومنهم من يجوزه كالريح، ومنهم من يجوزه كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مرة ويكبو مرة، يعني يسقط ويزحف، يتعلق بيد ويرسل أخرى، ويتعلق برجل ويرسل أخرى. وتخيل حاله، متى سيصل؟ وتخيل حاله، النار تفور من تحته، وأصوات الناس الذين يتساقطون، وحرارة وظلمة، تخيل، والكلاليب والخطاطيف تخطف الناس، لأنه في ناس عصاة لا بد أن يطهروا، لا بد أن يلاقوا جزاء أعمالهم في النار. ف
فمنهم من تخطفه الكلاليب فيغمس في النار. أنا أتكلم عن عصاة المؤمنين الآن، اللي كان مقصر بصلاته، اللي كان مقصر بحق الله، وهكذا يغمس في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: الناس على ثلاثة أشكال تكون. قال: فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ناج مسلم، هذا لا يصيبه شيء أبدا ويمر بسرعة. وناج مخدوش، ينجو لكن تخدشه تلك الكلاليب، تصيبه، لأنه في عنده بعض الأعمال، لا يسقط في النار لكن تخدشه. قال: والصنف الثالث: ومكردس في نار جهنم، يسقط في النار. اللهم سلم سلم يا رب.